أرغب في الانتقال إلى ملف آخر، وهو ملف له أولوية مصرية في هذه اللحظة، عبرت عنه أيضا مصر في عدد من المواقف كثير عن وجهة نظرها، وهو الشأن الليبي. إلى أي درجة تتفق الولايات المتحدة الأمريكية مع الرؤية المصرية بخصوص ليبيا؟ نعم، إذا قلنا في البيان المشترك لدينا نفس الرؤية بالنسبة أهمية للأول غادر كل المنطقة والقوى الأجنبية من ليبيا. إذا نحن نتفق 100% مع مصر بالنسبة هذا الموقف، وأيضا نريد أن نشتغل مع مصر والدول الأخرى والأمم المتحدة لدعم الاستعدادات من الحكومة الليبية تجاه الانتخابات في ليبيا. إذا نحن لدينا نفس الرؤية، وهذا كان واضح جدا من البيان المشترك بعد الحوار الاستراتيجي بالنسبة للملف الليبي. نعم، فيما يرتبط بعدد من القضايا، يعني أنت تعلم المنطقة العربية وتدرك جيدا كل التطورات المختلفة فيها، نحن نتعامل مع أزمات جديدة في السودان، نتعامل في المنطقة الإفريقية مع التطورات في إثيوبيا. هل غابت القضية الفلسطينية، أو هل غاب الحوار، أو عودة السلام مرة أخرى، أو عودة مفاوضات السلام مرة أخرى ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي؟ هل كان حاضراً في هذا الحوار الاستراتيجي أم لا؟ يبدو أن هناك قضايا كثير جديدة. لا بدون شك، وسمعنا من الخطاب، من التعليقات من وزير بلينكين، وفي البيان المشترك بعد الحوار الاستراتيجي سمعنا الشكر من الولايات المتحدة للمصر وللحكومة المصرية بالنسبة للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية بالنسبة وقف العنف في غازة منذ وقت، وأيضا كل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية بالنسبة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل عام. ونعرف أن في هذه الإدارة بالنسبة للسؤال الأكبر اللي طرحت بالنسبة للاهتمام الأمريكي حول الملفات في المنطقة، لدينا الإمكانية لنركز على أكثر من جانب، أكثر من ملف، ولدينا اهتمام كبير في الملف بالنسبة للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكما تعرف أستاذ شريف، هذه الإدارة أخذت القرار لاستأنف الحوار مع الفلسطينيين واستأنف المساعدة الإنسانية للفلسطينيين، وبكل أسف الإدارة السابقة قطعت هذه العلاقات. إذن ليس من الممكن أن الولايات المتحدة تلعب أي دور في هذا الصراع وفي حل هذا الصراع بدون علاقات مع الجانبين. ليس من الممكن أن نقوم بذلك فقط مع علاقات مع جانب واحد. إذن لذلك استأنف هذه الإدارة كانت بيستأنف الحوار مع الفلسطينيين، مع الشعب الفلسطيني، مع القادة الفلسطينيين، وكانت بيستأنف المساعدة الإنسانية والأمنية للفلسطينيين. سيد صامول، الإدارة الأمريكية الخاصة بالرئيس بايدن، عندما تحدث بايدن إلى الأوروبيين قال لقد عدنا، we're back. هل من الممكن أن نقول، وحضرتك الآن تتحدث عن الانشغال الأمريكي بعدد كبير من الملفات في منطقتنا، في منطقتنا العربية وفي الشرق الأوسط، هل من الممكن أن نطبق نفس المقولة للرئيس بايدن فيما ارتبط بحلفائه وأصدقائه في أوروبا؟ هل من الممكن أن نطبقها في المنطقة العربية؟ Are you back, sir? نعم بالإنجليزية we're back. نعم. ولكن أنا أفضل أن أقول we never left. لم نغادر. نحن كنا هنا. أنا كدبلوماسي. نعم. أنا أشتغل كل يوم مع دبلوماسيين الآخرين. أنا أشتغل مع زملائي. أقصد درجة الانشغال أو المتابعة، هل زادت عمك قبل؟ لا، الآن أنا أرى كل يوم هناك حركة، هناك نشاط، هناك مسؤولين بما في ذلك المبعوث الخاص حول إيران ولا يمن ولا القرن الأفريقي، وعندنا دبلوماسيين في المنطقة هم يشتغلون، عندنا مساعد الوزير هم يزوروا رمالة والقدس، إذن أنا أشوف وأنا أسمع منهم كل يوم. ولذلك وأحيانا هناك مستجدات ومناقشة دبلوماسية لا نسمع عنها في الإعلان أمام الناس، ولكن أنا أعرف كدبلوماسي هناك مستجدات، هناك اهتمام الأمريكي في هذه المنطقة الآن. سيد صامول ويربرغ، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، في ختام الحوار الأمريكي المصري الاستراتيجي الذي تم في واشنطن، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، نتمنى لقاءات ونقاشات أخرى مستمرة دائما.
تحياتي لك، ومرة أخرى أعتذر طول الوقت وتأخر الوقت في دبي. تحياتي. شكرا شكرا يا أستاذ شريف. شكرا شكرا جزيلا.